جينا احنا كمغاربيين من المغرب ومن تونس ومن ليبيا ومن موريتانيا ومن الجزائر من اجل دعم هذا المقترح. نرجع اليوم الى مدينة العيون بالصحراء المغربية للحضور حضور هذا الملتقى المنظم من طرف رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، ملتقى مغربي حول مقترح الحكم الذاتي، نقاش نخبوي حول حل سياسي واقعي. جينا احنا كمغاربيين من المغرب ومن تونس من ليبيا ومن موريتانيا ومن الجزائر من اجل دعم هذا المقترح ومن اجل يعني اعلاننا عن وقوفنا بجانب اولا المغرب وبجانب منطقتنا المغربية، لأن حل هذا المشكل سيخلي المنطقة نتاعنا تدخل مرحلة جديدة. يأتي هذا اللقاء في ظرفية خاصة ودقيقة، خصوصا بعدما اختارت جبهة الانفصالية الخيار الانتحاري الذي ظنت من خلاله أنه ممكن أن يعني تهبط من عزيمة المغاربة في الدفاع عن وحدة أراضيهم. وبالمناسبة أندد بما حدث في مدينة السمارة وأدعو المنتظم الدولي أن يعني يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الحركة التي بلغت يعني درجة اليأس والتخبط إلى جانب عرابها النظام الحاكم في الجزائر. احتفظت الدولة لنفسها بالعلم والنشيد الوطني والعملة. في اعتقادي أن الملتقى يطلق رسالة مهمة في الاتجاه الرسمي وفي الاتجاه الشعبي، في اتجاه الحكومات وفي اتجاه المجتمعات المدنية، بأن الصحراء يجب أن تشكل دعامة للمشروع المغاربي وموضوعا للوحدة وليست موضوعا للنزاع وللصراع وللتقسيم وللتجزئة، وأن العيون قادرة على أن تكون عاصمة للحوار المغاربي ولإحياء الحلم المغاربي في اتجاه تحقيقه وتنزيله على أرض الواقع باعتباره ضرورة استراتيجية للاستجابة لتطلعات الناشئة المغاربية. حاضر اليوم في هذا اللقاء هو لقاء مغاربي بالأخص، فيه خمس دول مغاربة، هناك أشخاص من هذه الدول أساتذة وناس محترمين وناس يعني حقيقة كلهم عنده وجهة نظر اللي يمكن اليوم نشاركوا معهم في هذا الحوار. حوار لماذا هذا الموضوع؟ هذا موضوع مهم جدا، لأن المنطقة الوحيدة في العالم المنطقة الوحيدة في العالم اللي يجمعها الدين ويجمعها العرق ويجمعها الوضع ويجمعها المسافة الأرضية ويجمعها التاريخ هي المنطقة المغاربية. وهذه المنطقة المغاربية مع الأسف عكس مناطق أخرى اللي هي اجتمعت وأصبحت هناك منظمات جهوية وأصبحت هناك منظمات يعني تلعب دور أساسي سوبرا ناسيونال. لأن هذا النقاش سيكون أظن عنه ونتمنى ذلك أن يكون نقاشا مثمرا، نقاشا يعني واقعيا، ونقاشا يمكن يفتح في الرأي المغاربي نقاش يعني فعال من أجل أن نتوصل لحل يعني سلمي يعني يتماشى مع إرادة جميع الشعوب وقادة هذه الشعوب. وأنا بالنسبة لي المشكل في الأساس هو مشكل نخبوي أكثر مما هو مشكل شعبي. الحقيقة أننا نحن في المغرب العربي ككل جئنا إلى العيون وإلى المغرب حتى نطالب الرؤساء والقادة المغاربة بأن يفعلوا الاتحاد المغاربي، لأن الاتحاد المغاربي بالنسبة لنا هو الضامن لاستقرار بلادنا، هو الضامن لتطوير بلداننا الخمسة، هو الضامن لبقية بلداننا في القمة. وبالتالي العالم يتوجه إلى تكتلات كبرى اقتصادية تنموية بشرية، ونحن مشتركون في كل شيء. الاتحاد الأوروبي مثلا لا يشترك في أي شيء ما عدا أنهم بحاجة إلى قوة اقتصادية، أما نحن كبلدان المغرب العربي الخمسة فإننا مشتركون في الدين، مشتركون في النسب، مشتركون في مجتمع واحد، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا هذا الاتحاد ونفعل هذا الاتحاد. ونرى أن هذه المشاكل العالقة بسيطة
إذا تم تفعيل الاتحاد المغرب العربي، وبالتالي سيكون لدينا فعل قوي في المجتمع الدولي، لأن هذا المجتمع الدولي لا يرحم الضعيف، ونحن يجب أن نكون أقوياء، ولدينا قدرات هائلة لأن نكون أقوياء اقتصاديا وبشريا وسياسيا، وبالتالي هذا هو الهم الكبير الذي كان عندنا وكنا بحاجة إلى أن نفعله وإلى أن نوجه رسالة قوية إلى صناع القرار. شكرا.